السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالنور والسرور والورد والياسمين وكل شيء جميل في هذا المساء الطيب، في هذا المساء الجميل من قناة الفجيرة مطلع الشمس، وفي برنامجكم 7 على 7. حياكم الله ويا مرحبا بكم، ومسي على مروة اللي اشتقنا لها واشتقت اطلع وياك. والله أنا اللي اشتقت لكم عبد العزيز، واشتقت أيضا لمشاهدينا في برنامج 7 على 7. يا أهلا ومرحب فيكم، ومساكم ورد ونور وسرور عبر أكيد منطلع لكم عبر قناة الفجيرة برنامج 7 على 7 بمواضيع وايد متنوعة. ايش حالك عبد العزيز؟ والله تمام الحمد لله، انت ايش اخبارك؟ الحمد لله كل شيء بخير ان شاء الله. طيبه، كيف كانت الاجازه؟ والإجازة عمل كان اجازه عمل. نعم زين، انا راح اقول او اللي قاله سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه، الامارات ستظل واحه خير داعمه لجهود السلام والتضامن العالمي من اجل خير البشر، من اجل خير البشريه. طبعا هذا اللي قاله سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه، جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس البحر، في مجلسه في قصر، في قصر البحر، اللجان المنظمه وفرق عمل ملتقى الاخوه الانسانيه اللي يقيم في ابو ظبي، واللي حضر البابا فرانسيس باب الكنيسه الكاثوليكيه والشيخ احمد الطيب شيخ الازهر الله يحفظه ويرعاه ان شاء الله تعالى. وطبعا اثنى سيدي صاحب السمو على اللجان المنظمه واثنى على هذه الفعاليه التي كانت حدث العالم الاكبر، والجهود اللي بذلوها في 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 هذا الحدث، وكذلك اللي انبثقت عنه وثيقه عالميه تدعو الى التعايش والتآخي والاحترام المتبادل بين البشر. صحيح عبد العزيز، وايضا اعرب سموه عن تقديره لنجاح تنظيم الملتقى والزياره التاريخيه لبابا الكنيسه والشيخ الازهر الى دوله الامارات، وما صاحبها من فعاليات مختلفه خرجت بشكل مشرف ومتميز بسواعد وطنيه مخلصه الى جانب الشركاء والفرق الداعمه الذين تحلوا كعادتهم بروح الفريق الواحد والدافعيه والعزيمه لانجاح الحدث، منوها سموه بان انعقاد هذا الملتقى على ارض الدوله دليل على مدى التقدير الذي تحظى به دولة الإمارات العربية المتحدة عالميا، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها كونها دولة داعمة لأسس السلام والتعايش والإخاء الإنساني. وحضر أيضا اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. أكيد هذا شيء يدل على أن دولة الإمارات دولة يهمها السلام ودولة السلام، واللي أيضا تنشر السلام بين الجاليات الموجودة. هذا هذا اللي يعكس الميتين الجنسية المختلفة اللي عايشة على دولة الإمارات، والجناس الميتين الجنسية المختلفة اللي عايشة في الإمارات، الأديان المختلفة، المذاهب، العقائد، هذه كلها تدل على أنهم عايشين هم على أرض السلام وأرض الإمارات. شو هن مواضيع اليوم؟ طبعاً عدنا مشاركة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار في سوق السفر العربي، وأيضاً مهرجان التمور في إمارة الشارجة الأول من نوعه في الإمارة في الشارجة. زين، وعدنا بعد معرض ليالي رمضان في مركز إكسبو الشارجة، وطريقة حفظ المواد الغذائية، وعدنا برنامج الماجستير في إدارة حفظ التراث الثقافي وريادة الأعمال أيضاً. خلينا نشوف شو عندك الموضوع عبد العزيز. اللي هو مشاركة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار في سوق السفر العربي، وأكيد اللي يشارك بعض من مؤسسات وأهم الفنادق في إمارة الفجيرة. للمزيد بنتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور أحمد الشامسي رئيس مجلس الإدارة في هيئة الفجيرة للسياحة والآثار. هلا ومرحب فيك. أهلا وسهلا فيكم وأشكركم على هذه إتاحة هذه الفرصة لنا. خبرنا دكتور عن مشاركتكم في سوق السفر العربي. الحقيقة سوق السفر العربي هذه السنة يمتاز بأن تزاحم الناس كثير، كنا نتوقع أن العدد أقل من ذلك، لكن النتائج تبشر بخير، وأن السياحة في دولة الإمارات أنها تزداد يوم بعد يوم بما شاهدناه من تطور ومن تزاحم ومن أعداد الكثيرة التي يعني من الداخل ومن خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. فاليوم اليوم الثالث على التوالي والعدد في ازدياد، في هذا يبشر ويعطي مؤشر قوي لأن لا يخشى على السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم التقلبات الموجودة، إلا أن السياحة في ازدياد وفي تطور دائما. نعم دكتور أحمد، لو تكلمنا عن أهمية هذه المشاركة. طبعا هي السياحة والآثار كما ذكرت سابقا أنها تشارك للمرة 26 في سوق السفر والسياحة في دبي،
وتأتي مشاركتنا حقا يعني لإبراز الفجيرة وضعها على السياحة على الخارطة السياحية العالمية. نعم. واليوم حقيقة يعني اليوم الثالث حصل عدة لقاءات في الهيئة مع عدة شركات خارجية، هم الشركات الصينية والشركات الروسية. سوف أتكلم بمقتطف، لكننا سيعقد مؤتمر فيما بعد لإيضاح هذه نتيجة هذه اللقاءات. في طرح تم على أساس من شركات صينية لاستخدام مطار الفجيرة كشارتر طيارات أسبوعية، وكذلك اليوم أيضا تم اللقاء مع عدة شركات من الروس، وأوضحنا لهم مدى أهمية مطار الفجيرة ورحبوا الفكرة كثيرا واهتموا اهتمام كبير على أن يتم لقاء لاحقا لعقد اتفاقية لاستخدام مطار الفجيرة بطيران شارتر أسبوعيا أيضا، لكن سنعلن على هذا الأمر في مؤتمر صحفي لاحقا. نحن حصلنا على الخبر بشكل حصري يعني الحين. أي نعم. تفضل دكتور. اليوم أيضا سعدنا بزيارة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، حيث زارنا في جناح الفجيرة، والحقيقة يعني أبدأ إعجابه بما شاهده من تنظيم، وأيضا جناح الفجيرة يساهم أيضا ب التراث، والتراث هو يعني مؤثر كبير. نعم. في صنع السياحة في أي دولة. نعم. والحقيقة يعني سعدنا بلقائه وبزيارته في هذا اليوم. نعم. طبعا المعرض المستمر إلى غدا، يعني آخر يوم في المعرض هو يوم الأربعاء غدا، لأن نتائج المعرض ربما تكون وجهة نظرنا أنها أفضل من الأعوام السابقة. نعم، شكرا لك الدكتور أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للثقافة، رئيس هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. حياك الله. طبعا مروة الحين راح نروح لدبي ونشوف موضوع على وهو هيئة كهرباء ومياه دبي تضيف 700 ميجاوات إلى محطة أم. وأيضا دشن سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الكهرباء ومياه دبي مشروع توسعة المحطة أم التابعة للهيئة بجبل علي، وتعد أكيد أكبر محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة. خلونا نشوف هذا التقرير. نمو متسارع ونهضة اقتصادية وعلم وعمل، إلهام وإبداع، ومستحيل أصبح وراءنا. إنها الريادة، إنها دبي، مدينة العالم. تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تعزيز مكانة دبي وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة، وبما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021. تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تأمين إمدادات الكهرباء والمياه وضمان استدامتها على المدى البعيد ضمن استراتيجية تحدد الاحتياجات المستقبلية بشكل دقيق ومدروس بما يلائم التوسع العمراني والاقتصادي للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. ويأتي مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه كركيزة رئيسية في تزويد إمارة دبي بخدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة. في شهر أبريل من العام 2013 دشن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي المحطة M لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والتي تعد أكبر محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في الدولة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2185 ميجاوات من الكهرباء و140 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة. يا
يتضمن مشروع التوسعة بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية إضافة توربينين غازيين ثنائيي الوقود مع غلايتين لاستعادة الحرارة المهدرة، إضافة إلى توربين بخاري بكفاءة تزيد عن 90% في استخدام الوقود، ما يرفع كفاءة استخدام الوقود الكلية للمحطة من 82.4% إلى 85.8%، والتي تعد من أعلى معدلات الكفاءة الحرارية في العالم. وتضمن المشروع 20 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث، وبلغت تكلفة التوسعة الجديدة 1,527,000,000 درهم، لتصل بذلك التكلفة الإجمالية للمحطة M مع التوسعة إلى 11,669,000,000 درهم. نعم، دبي دوما سباقة في هذه الإنجازات. فعلا عبد العزيز. مروة، أنا بسأل شو تحبين التمور هي ولا لا؟ أكيد، ويعني أكيد رمضان، فأول شيء باكر في رمضان أول شيء على الإفطار هو التمور. خلاص أنا بعد بيبلتش وبقول لك مكان تبين منه، لا وهو مهرجان التمور في مارت الشارجة، الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو اللي بتنظيم من غرفة تجارة الشارجة غرفة تجارة وصناعة الشارجة. أكيد عبد العزيز، هو تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارجة في الفترة أكيد ما بين 1 إلى 4 مايو في مركز إكسبو الشارقة. نعم. نعرف تفاصيل أكثر، معانا هنا في الاستوديو الأستاذ سلطان العلي تنفيذي تنمية الصناعات الوطنية في غرفة التجارة وصناعة الشارجة. يا مرحبا بك، يا هلا فيك خويا. يا هلا فيك، نورتنا. أنا أول سؤال سألت مروة قلت لها تحبين التمر هي ولا لا؟ قالت رمضان جاي لازم نسوي مخزون تمر. لازم قبل لازم على الفطور تمر. باكر أنا مروة جايينكم إن شاء الله المعرض. حياكم الله في أي وقت. الله يخليك، أعطينا نبذة عن هذا المهرجان. أول شيء بداية إن شاء الله سينطلق مهرجان الشارقة للتمور غدا إن شاء الله في الدفعة الأولى، يكون تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة، وتنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة. سيقام المهرجان في مركز إكسبو الشارقة من الفترة من 1 إلى 4 مايو. وتعتبر دولة الإمارات الأولى المصدرة للتمور والثانية المستوردة للتمور. الإمارات الدولة الأولى المصدرة. حلو المعلومة. صحيح. إنزين، شو سبب استضافة إمارة الشارقة لمهرجان التمور؟ خبرنا أكثر عن هذا الموضوع. طبعاً إمارة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة سباقين في تنظيم المعارض والمهرجانات المماثلة. نعم. ونظرا لموقع الإمارة الجغرافي اللي يربطها بجميع إمارات الدولة. نعم. حلو. الهدف من هذا المهرجان عشان أنا مروة نشتري تمور ولا في أهداف ثانية؟ والله في أهداف، من أهم الأهداف اللي تمثل منصة للشخص إنه يتعرف على أنواع التمور وإذا حاب يشتري منها، لأن توجد تشكيل متنوعة من التمور. هي. من عدة دول. نعم. أحس المفروض نعرف فعلا نتعرف على أنواع التمور، شو أفضل نوع؟ والله ولا ما يخصه هو كل شيء يعني؟ لا، عندك الخنيزي واللولو والبرحي، وعندنا تمور من دول خليجية ومن دول عربية. نعم. أنا من الناس اللي يحب اللولو، وللأسف اللولو يطلع متأخر عندنا في الإمارات، صح؟ إيه إن شاء الله في الصيف يطلع. إيه آخر الصيف تقريباً. يعني نحن داخل علينا رمضان، محصول التمر ما بنحصله، يعني ما لنا غير المهرجان. لا موجود إن شاء الله. إنزين، كيف نقدر نميز؟ يعني كيف أنا كبنت أعرف إن هذا نوع التمر هذا هو النوع الجيد أو الأنواع الأوكي يعني؟ في المعرض عندنا فعالية، هناك فعالية تذوق التمور، وفي هناك ناس مختصين إن يشرحوا لك على أنواع التمور. يعني يقولوا لك ان هذا التمر سكري ولا بدون سكر. زين، الحين هي مروة تبى نصيحه، شو تاخذ لرمضان؟ شو تنصحها تاخذ لرمضان؟ لمروة المشاهدين خليتي هناك ان شاء الله بيسوي لها ان شاء الله. مروة بتروحين عبد العزيز بتساعدني بالاختيار؟ انا ما اعرف. انت بتروحين باكر؟ انا بروح بساعدها في الاختيار ان شاء الله. بس الحبه بدولارين صح؟ لا ليش؟ علشان اشتري منه. صار يتعامل بالدولار ها؟ ايه خلاص. لا علشان نطلب الحبه دولارين؟ لا حاضرين اللي تبغى. نتقاسم انا وياك. زين، الجهات المشاركه وياكم في هذا المعرض؟ الجهات المشاركه اكثر من 50 جهه، من مؤسسه حكوميه ومن شركات وحتى من مزارعين مشاركين ويانا. حلو. يعني شيء جديد، ومن الجامعات ومن عده دول.
طبعا الشركات والمؤسسات من الامارات، ونشكر البلديات اللي عندنا في الشارقه ما قصروا ويانا، ومن المملكه العربيه السعوديه، من سلطنه عمان، ومن دول العربيه، من صح. فلسطين والجزائر، ما شاء الله يعني مشاركه عربيه مش من خليجيه فقط او محليه، مشاركه عوده ما شاء الله. وتونس ما شاء الله، تونس عندهم تمر؟ اي نعم. لا والله والله انت تعال باكر ان شاء الله وبنسوي لك تور. سلطان خبرنا عن الانشطه والفعاليات المصاحبه لهذا المهرجان. والله الانشطه والفعاليات عندنا اول شيء طهي الحي، بتكون شيف منال العالم موجوده، بتعد اطباق عديده من التمر، من اطباق حلوى تعرفي اكيد، حلويات ومالح، موالح في موالح موالح نعم. وبيكون ان شاء الله عندنا طهاي اماراتي من جمعيه الامارات للطهاء. على فكره عبد العزيز دوم مسوي دايت صح؟ ما تاكل تمر وايد. انا اخر انسان في الحياه ممكن يقتنع بالدايت. ليش؟ ما في عندي دايت انا. وعلى فكره التمور حتى يستخدمونها في يعني علاجات بعض الامراض عندنا احنا، وبعض الجروح اللي تستوي في الايد او غيره يستخدم فيه التمر. يعني الاولين ما شاء الله عليهم يستخدمونه في كل شيء، الغذائيه العاليه كل شيء. حتى من الفعاليات المصاحبه ان مسوين قريه تراثيه، تقدر تشوف شو اللي ينصنع من شجرة النخل. وين بيكون مكان المهرجان؟ موجود في مركز اكسبو، مركز اكسبو الشارجة. مهرجان بيكون موجود، شوف شو يصنعوا من المهفة والمدخنة ما شاء الله والسرود. زين من متى لمتى راح يكون ان شاء الله؟ ان شاء الله بيكون من الساعة 2 ظهرا حتى 10 مساء. من الساعة 2 لحد 10 في الليل ان شاء الله. 10 في الليل يعني في وقت كافي ان شاء الله. هناك والله يعني تخلص البرنامج وحياكم الله. لا باكر ان شاء الله قبل البرنامج ان شاء الله. الجمعة موجودين في اكسبو. اوكي يوم الجمعه جهزي 5000 دولار عشان نشتري 5000 دولار شو؟ عشان نشتري 2500 2500 شكرا لك استاذ سلطان العلي، تنفيذي تنميه الصناعات الوطنيه في غرفه التجاره وصناعه الشارجه. شكرا لك مشكور. نورتنا استاذ سلطان، نترياكم ان شاء الله في المهرجان. اكيد ان شاء الله. مشاهدينا الحين بنروح لفاصل سريع ورادين لكم، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. حلوه ليالي رمضان مروه صح؟ فعلاً اجمل أكيد. اجمل ايام نحن راح نعيشها ان شاء الله خلال ايام وشهر رمضان المبارك. واجمل شيء في رمضان ليالي زياره الجمعات العائليه. نعم نعم، في شيء جميل جدا يا مروه فعلاً. ففي معرض ليالي رمضان في اكسبو الشارجه واللي تحت مظله مهرجان رمضان الشارجه من 23 مايو حتى 6 يونيو. بنتعرف أكثر على تفاصيل معرض ليالي رمضان في مركز إكسبو الشارجة، ويانا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ سلطان محمد شطاف، مدير إدارة تسويق وتطوير الأعمال في مركز إكسبو الشارجة. يا هلا ومرحب فيك. مرحبتين، مشكورين على استضافتي وياكم. يا هلا فيك. خبرنا عن معرض ليالي رمضان في مركز إكسبو الشارقة أستاذ. طبعا أول شيء هنيكم وهني الجمهور الكريم بقرب حلول شهر رمضان المبارك. وطبعا نحن في مركز إكسبو الشارجة ننظم معرض ليالي رمضان اللي هو طبعا بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارجة. نعم. المعرض هذا بيكون من تاريخ 23/5 لين 8/6، يعني بيصادف بيكون من نص رمضان لين يعني لين ثالث العيد ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. اللي يميز هذا المعرض ان المعرض طبعا من تقريبا 20 سنه يستوي هذا الحدث في مركز اكسبو، وطبعا في باقه كبيره من الشركات والمحلات يعني شارك في هذا المعرض. نعم. وفي فعاليات تراثيه والعاب للاطفال، فهو مثل ما تقولون باقه كامله متكامله للزوار ان في هذا المعرض ان يعني ياخذون احتياجاتهم في هذا الشهر الكريم، وطبعا للعيد المواطن الثاني. نعم. استاذ سلطان، اهم الشركات اللي مشاركه معاكم في معرض هذه السنه؟ طبعا المعرض هذا فيه يعني عدد كبير من الشركات اللي تشارك. طبعا نحن نركز على الشركات العوده اللي عندها مجموعه واسعه من المنتجات. نعم. وبعد نركز على الشركات الصغيره اللي هي عندها مثل ما تقول منتجات نوعا ما مميزه ولا متخصصه فيها. يعني من الشركات اللي جايين براندات مثل سكيتشرز، مثل مجموعه السفير، المندوس، مال النعله، هوم ستايل،
يعني هذا طبعا جزء من هذا جزء من المشاركين وطبعا الفعاليه هاي بتكون على مساحه اكسبو بالكامل، يعني تقريبا نتكلم على 26000 متر. ما شاء الله ممتاز. اهم شيء في خصومات واسعار طيبه عشان انا مروان يجي. نعم نعم هذا يعني اللي هذا دائما احنا نركز على ان المعرض هذا تكون فيه يعني متوفر فيها البضائع الممتازه وبالاسعار الممتازه ان شاء الله. شو اللي يميز هذا المعرض عن باقي المعارض استاذ؟ طبعا احنا دائما نركز على تطوير هذا المعرض من ناحيه العرض، من ناحيه اللي موجود، من ناحيه نوعيه الشركات اللي جايه، نوعيه المعروض اللي فيها، وبعد نحن دام نركز اولا خلينا نقول نحفز الجمهور الكريم ان نحن تكون عندنا سحوبات على اخر المعرض. يعني هذه السنه بي ام دبليو اكس 1 يكون السحب عليها. عبد العزيز اكيد بيشارك وبيكم وبيسوي شوبينج وبيحط الالتداء. ان شاء الله هي ان شاء الله يفوز. افوز انا خلاص انا ان شاء الله عيل من باكر عندكم لوت وهذا. حياك الله حياك الله. نعم استاذ سلطان، ساعات العمل اللي ان شاء الله راح تبدون فيها؟ الله يسلمك، بيكون يعني في وقت رمضان من تاريخ اول من الساعه 8 الى الساعه 2 في الليل. ممتاز ممتاز. وفي وقت العيد بيكون من الساعه 5 لين الساعه 11. ان شاء الله نكون نزوركم هناك انا ومروه. وشكرا لك استاذ سلطان محمد شطاف مدير اداره التسويق وتطوير الاعمال في مركز اكسبو الشارجه. شكرا لك. الله حياك الله. شكرا لك. طبعا بنروح وياكم لملتقى الفجيره الاول لمحاربي السرطان تحت شعار الحياه اراده، بتنظيم اكيد من جمعيه الفجيره الاجتماعيه الثقافيه. خلونا نشوف المزيد في هذا التقرير. احنا سعيدين اليوم بتدشين منصة ترابط. منصة ترابط منصة إنسانية مثل ما تحدثت قبل وقلت إنها هي رأس مال هالمنصة الإنسانية اللي هي المشاعر الإنسانية. اخترنا في اليوم الأول لتدشين المنصة الملتقى الأول لمحاربي السرطان، والحمد لله لاقت فاعل وايد كبير بين الشعب اللي هو المواطنين في دولة الإمارات والمقيمين في الدولة، وأيضا بين الإعلام، وصار في اهتمام بالملتقى كونه يلامس هاي الفئة اللي حابة أنها هي تتحدث عن تجاربها في هذا المرض. في مساء جميل وسعيد في ملتقى الأول في إمارة الفجيرة اللي هو يناقش محاربة مرض السرطان. كان لنا لقاء بشخصيات عرضت قصصها، كان الملتقى غني بمتخصصين وأطباء وناس تعرضت لهذا المرض وحاربته وعملت جاهدة على منح خلاصة تجربتها لهذا الأمر، وكانت الحوارات غنية جدا بتجارب وخبرات ونصائح وهمسات إيجابية لمجتمع بإذن الله تسود منه الوعي بأهمية محاربة هذا المرض ببدايته بالفكرة، لأن الإنسان لو غذى نفسه بفكرة إيجابية لابد أن يحارب هذا المرض ويقضي عليه، لأنه لن يستطيع التغلب عليه طالما أن هناك إيمان بالله سبحانه وتعالى وقدرة على التغلب على أي تحدي يواجهه. أحد المحاربين المتشافين والله الحمد من السرطان، حابة قبل كل شيء أني أشكر جمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية على مجهودهم على هذا الملتقى، وفعليا هي بداية لصفحة جميلة أن احنا نبدأ ننشر الوعي والثقافة لمرضى السرطان وحتى للمتشافين من المرض. الشغلة الثانية، عندي مسج أنا حابة أوصله قبل كل شيء لكل مريض، لكل محارب، لكل بطل، أنتم أبطال حقيقيين، أبطال تستحقون، أنتم صانعين رحلة لباكر. النقطة الثانية أن دائما خلوا صفحة الألم هذه الموجودة داخلكم هي عبارة عن صفحة أمل لبكرة، لغد أجمل، ليوميات أجمل. ممكن تكون مؤلمة الرحلة نعم، بس الوصول للهدف هو الأجمل.
سعيدة جدا مشاركتي في الملتقى الفجيرة الأول لمحاربي السرطان، عافانا وعافاكم الله. بس بدي وجه رسالة من الملتقى إنه اللي أخذتها اليوم، ما شاء الله شحنة من الحزن وشحنة من الإيجابية. في ناس صارت معاهم حالة وفاة وبكونا من حالاتهم، وفي ناس صارت معاهم حالة نجاح وتغلب الصراع مع السرطان ونجحوا وتغلبوا على هالمرض. طبعا عافانا الله وياكم من هذا المرض، والله يشافي كل مصاب بهذا المرض. آمين. مروة، انت كيف تحافظين على الاكل او تحفظين الاكل في البيت؟ ثلاجه. شو ثلاجة؟ بعد كيف احافظ الحين مثلا العشاء مال اليوم تخلينه في الثلاجه عشان تاكلينه باكر؟ لا، انا احب الفريش. تحبين الفريش على طول؟ زين، في ناس وايدين يختلفون كيف انهم يحافظون على الاكل يا مروة. نعم، وأيضا بيكون لتأثير الحفظ الخاطئ للمواد الغذائية خطر على صحة الإنسان. طبعا عشان نعرف تفاصيل أكثر وكيف نحن ممكن نحافظ على هذه العادة الطيبة، أن نحن ما بأي شيء نحطيه في الثلاجة، أي شيء نحطيه في الثلاجة، وخاصة نحن مقبلين على رمضان فعلا. ونعرف تفاصيل أكثر معنا في الاستوديو المهندس وليد فارس نصر، دبلوم في تكنولوجيا الصناعات الغذائية. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. منورنا. أهلا فيك، نورتنا والحمد لله على سلامتك. نورت الإمارات. الله يسلمكم. منورت الفجيرة. كيف الأجواء في الفجيرة؟ ممتازة رائعة. وياي أنت على رمضان، إحنا داخلين على رمضان، وكل عام وأنت بخير مقدماً. أنتم بألف خير إن شاء الله، دوماً بنعاد على الجميع بالصحة والسلامة والخير والمحبة. مهندس وليد، ونحن مقبلين على رمضان، دوماً حفظ الأكل يعني على الفطور، هم يسوون كل شيء ما شاء الله، تقعد أنت على الفطور كل الأكل موجود، وكل الأكل هذا ينحفظ في الثلاجة، شو هالعادة زينة ولا؟ ما في حل ثاني، ما في طريقة ثانية، بده ينحفظ بالثلاجة، هاي أهم شيء. أهم شيء ننحفظ. طبعا بس في شيء يعني ما بعرف إذا في عندك سؤال مخصص أو محدد. مثل ما تفضلت هلا بالبداية إنه بشهر رمضان المبارك تكثر الوجبات والطبخ وتتنوع بشكل كبير. صحيح. فأحيانا بكون في زيادة كثير عن حاجة الناس. نعم. يعني الطعام اللي بده يكفي لخمس أشخاص ولا لعشر أشخاص عم بيكفي 20 و30، فلذلك عم بيزيد منه. نعم. هذا الشيء بدك تضطر تحفظه. هو يفضل دوما أثناء تحضير أي الطعام إنه يكون على القدر، يفضل ما يضل شيء منه زائد. صح. لا ينحفظ بالثلاجة وكذا، لأنه شو ما كان بضل له مخاطر. نعم. مهما كانت الله. صحيح. نعم. سؤالي يعني مهم مروة، عفوا مهندس، كيف نحن ممكن نحافظ على الأكل؟ يعني قبل كيف كانوا يحافظون على الأكل؟ قبل التكنولوجيا وقبل الثلاجة. بدي أعطيك بس فكرة بس للمشاهد بس عن يعني شو سبب فساد هاي الأغذية أحيانا. نعم. حتى لو كانت بالثلاجة، حتى لو كانت دوما، هو سبب الأساسي والرئيسي لفساد الغذاء والأطعمة هي عبارة عن البكتيريا الموجودة. البكتيريا تقسم إلى قسمين بغض النظر عن السلالات، لأنه في سلالات مختلفة. هناك بكتيريا تسمى بكتيريا المسببة للمرض أو الممرضة بسموها. نعم. وبكتيريا تختلف عنها الثانية، هي بكتيريا المتلفة للمواد أو للأطعمة. البكتيريا الممرضة هذه تنشط دوما بدرجات حرارة بين 400 و60. نعم. فلذلك بتلاقي كل المصانع في أي مكان بيحاولوا دوما أي المادة الأولية اللي بيجيبوها، إذا كانت طبعا تتأثر مادة غذائية، فورا تبرد لدرجة 400 مئوية أو دون 400 شوي مشان المحافظة عليها. نعم. الهدف من التبريد هو تثبيط عمل هذه البكتيريا والفطريات وغيرها ومنعها من النمو والتكاثر. فتصور أنه مثلا بدرجة فوق الدرجة 400 مئوية ممكن لهذه البكتيريا خلال مدة 20 دقيقة أنها تتكاثر للضعف حتى بدرجة فوق 400 درجة مئوية. نعم. وهي بتصير كمان التكاثر يعني بياخذ منحة تصاعدي. إنزين، شو الطريقة الصحيحة لحفظ الأغذية في المنزل أستاذ؟ تفضل. بالعافية عليك.
عندنا بالنسبة لطرق حفظ الأغذية، الناحية الأولى أول شيء أنه الغذاء اللي زاد عندك يجب تبريده فورا، يعني ما نخليه خارج الثلاجة على طول، يتم في الثلاجة ما لازم يضل خارج الثلاجة أكثر من ساعتين. يعني ننتظر لين يبرد شوي، ولو هو حار لا مو شرط مو شرط. هلق في بالنسبة للعملية هاي تختلف، بالنسبة للعملية التبريد أنه بنوضع الطعام ساخن في الثلاجة ولا بارد أيهما أفضل. نعم طبعا هون في اختلفت الآراء في هذا الأمر. نعم يعني حتى وزارة الصحة في ولاية واشنطن هناك تقرير لهم أنه الطعام الساخن إذا وضع في الثلاجة لا يشكل ضرر ولا يتغير لا طعمه ولا يتغير أي شيء فيه ولا مواصفاته، يتم مثل ما هو. إيه وهني من وجهة نظرهم أنه إذا وضعت ساخن أفضل، لأنه يا إما بدك تبرد بأسرع وقت ممكن الطعام خارج الثلاجة لأنك ترجع وتحطه بالثلاجة، أو بدك إذا حطيته ساخن يعني ما له أي 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 تأثير، لأنه بقول لك أنه خارج الثلاجة ممكن أنه يتأثر أو بالبكتيريا أكثر ما يكون داخل الثلاجة. نعم الطعام داخل الثلاجة يجب أن يغطى ما يظل مكشوف. أحس الأوليين أستاذ كانوا يغطون الأكل على طول بعد الانتهاء من وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، يغطون الأكل علشان يمكن الجراثيم والبكتيريا هذه ما تتكاثر. طبعاً الجراثيم والبكتيريا هذه موجودة في كل مكان، موجودة في الهواء، موجودة في الماء، موجودة في التربة، في الأطعمة. لكن في إذا توفر لها لهاي البكتيريا صحيح؟ درجة الحرارة المناسبة والرطوبة المناسبة والوسط المناسب لنموها، وهي خاصة الأطعمة هي وسط مناسب. نعم. فتبدأ بالنمو وتشكل سموم أحيانا. المهندس وليد لو نتكلم عن ضرر المواد الحافظة التي تقوم المصانع بوضعها في المواد الغذائية. هي المواد الحافظة يعني لها جانبين إيجابي وسلبي. أولا من أجل حفظ المعلبات أو الخضار المجففي أو أي شيء إذا بدك تحفظه حتى على مستوى المياه والمياه الغازية وكذا واللحوم إجباري، هذه بدها إذا بدك تحفظها لفترات طويلة لازم ينضف لها مواد يعني حافظة مواد حافظة. نسبة الضرر يعني اللي تكون موجودة. أيوة نسبة الضرر هي تراكمية هذه، يعني على المدى الطويل ما راح يشوف الواحد نتيجتها فورا إذا والله أخذ من المادة نفسها اللي فيها من الماء الطعام اللي فيه مادة حافظة أو المعلب أو مجفف أنه والله راح يلاقي التأثير فوري. هذه مع خلال التراكم اللي بتناول هاي المواد بكميات كبيرة بشكل دائم، اللي بتناول معلبات بشكل دائم هي إجباري فيها مواد حافظة، فبصير عنده في كثير حالات أول شيء هذا بتؤدي للسمنة. هذه تعيق حرق الدهون في الجسم، مثلا خاصة خطورتها على الأطفال. في مثلا إحدى المواد الحافظة هو ثاني أكسيد الكبريت SO2، هذا أيضا يقلل من عمل الفيتامين B2 أو الفيتامين B بشكل عام خلينا نقول. وهذا بتعرف الفيتامين هذا اللي هو فيتامين بقولها الأعصاب والذاكرة و على فكرة معلومات جدا مهمة فعلاً. قبل رمضان فعلا ايه وهي تكثر في رمضان يعني فعلا الأخطاء ممكن يؤدي أيضا إلى تضخم في الكلى وفي الغدة الدرقية، ممكن يعمل تحسس حساسية في الجسم وظهور طفح جلدي. طبعا هذا إذا كان يعني كمياته مع الزمن عم يتعامل فيها الواحد أو بياخذها بيتناولها بشكل كامل بشكل دائم، يعني له مضار، هو له مضار كثيرة يعني واحد بده يعددها صحيح. أنا كثير. عندي سؤال أستاذ، نشتري اللحوم عادة من السوبر ماركات الكبيرة أو من عند اللحام، لكن في مدة انتهاء مكتوبة على العلبة، نحطيه في الفريزر أو في الثلاجة وممكن يطول الوقت، شو مضار هذا الشيء؟ إن من الممكن أن أشخاص فعلا تقوم بالاحتفاظ باللحوم بمدة وايد طويلة ولكن من الممكن أن فيه له ضرر صحيح؟ إلى ضرر إذا كانت
يعني انشالت من التجميد وتذوبت وردت تجمدت مرة ثانية وهكذا اللحوم. أما هلأ نحن ما بنعرف اللحمة اللي عم نجيبها إذا كانت مجمدة مرة واحدة ولا أكثر من مرة. نعم صحيح. اللي عم تنجاب من السوبر ماركات أو من هاي الأماكن إنه كيف واصلي للمستهلك. إذا أخذناها فريش إذا أخذناها فريش وحطناها مباشرة بدنا نجمدها. نعم. دوما مشان ما نشيل اللحمة بكمية إذا كانت كميتها كبيرة وبدنا نصير نعمل على إذابتها من أجل إنه نقطع قسم لنطبخ ونرجع نرجع على الفريزر مرة تانية الفريزر ونجمدها مرة تانية هذا الشيء خاطئ. نعم. فممكن نقسمها لعدة أقسام وتوضع بأكياس تقطع لشرائح أو شيء توضع بأكياس مفرغة من الهواء وتوضع بالمجمدي أو الفريزر. نعم. وبصير الواحد بياخذ على حاجته الكمية مشان ما يعني تذيب. نعم. إذابتها ورجعها إلى المجمد. فعلا وانت قاعد تتكلم أنا تذكرت أنا أسأل الوالدة قبل الأولين اللحم ما كان في مكان بارد يحفظ اللحم فيشلونه ويطبخونه ويملحونه. آه. يتملح صح. فيتم مالح يتم إن شاء الله 4-5 سنوات وقت أنهم يبون يحطونه مثلا يعيدون يطبخونه من أول وجديد يقدرون يأكلونه هم ملح أو إنهم يرجعون يطبخونه من أول وجديد. للحين في رحلات القنص والرحلات الطويلة ينأخذ هو ملح لأنه ما في مكان. في يعني أيام ملح يعيدون طبخ. يعني أجدادنا وأسلافنا ما كان عندهم مشكلة بحفظ الأغذية. صحيح. يعني أخذوا عدة طرق يعني مشان حفظ الأغذية. الطريقة في كثير طرق التمليح مثلاً إنه أنا ممكن أخذ اللحم قطعها شرحات وملحها بشكل كبير. لأنه الملح بيعمل على قتل البكتيريا وبيعمل على تجفيفها من الماء يعني هاللي كمان سحب الماء حتى من البكتيريا فبتظل محفوظة بالحطها وتركها وممكن بطرق ثانية عمليات التجفيف اللي كانوا يعملوا مثلا بعض أحيانا التدخين للحوم والأسماك وضعها فوق نار على فوق حطب مثلا ودخان وكذا لفترة طويلة وتتملح وتوضع المالح عدنا فعلا مثلا مشان تقدر تاخذ كمان حتى الخضار في غير مواسمها يعني في طرق قديمه وحديثه الخضار اللي عمليه التخليل يعني تخليل مثل الخيار مثل المخللات يعني الموجوده هاي قديمه وحديثه لا ما زالت الناس يعني تتعامل فيها لذيذه المخلل لذيذ جدا فعندهم كانت كل الامور ما عندهم مشكله فيها يعني التجفيف كانوا يجففوا مثلا مثل البندورة مثل أي شيء بتنحط عليها ملح بتنحط بالشمس تجفيها بالشمس أو بالهواء أو بأي شيء سبحان الله يعني ما كان يعني عندهم أي مشكلة فعلا هاي اللي ما كان عندهم مشكلة يعني كانوا هم متطورين بهذا المجال. نعم. ولذة الأكل المالح جميلة يعني الحين نحن مثلا عندنا المالح السمك ناكله ونحسه أجمل من السمك العادي المالح السمك المالح إيه نسميه عندنا مالح يكون صغير ويعني ملح بطريقة معينة فوق ليمون كذا ويتم تقريبا 2-3 شهور على الشمس ولا نعم. الأولين كانوا يحافظون فيه. نعم. القيمة الغذائية أستاذ القيمة الغذائية لغذاء معين لطبخة معينة قمنا فيها هل تتأثر إذا بالمدة الزمنية إذا حفظناها في الثلاجة بعد الطبخ يعني إذا شلناها عقب الطبخ شلناها حطيناها يعني في الثلاجة يعني هي مباشرة يفضل هلق إذا بدأت تأكل يعني الواحد ما لازم يخليها أكثر من يومين في الثلاجة أكثر من يومين في الثلاجة وإذا في الفريزر فوق إذا في الفريزر فوق بتقعد أحيانا لثلاث شهور ما شاء الله إيه ما أول فيها مرة أعرف هذه المعلومة ما فيها مشكلة. إنها 3 شهور ممكن اللحم المطبوخ ممكن يظل 3 شهور إذا كان مجمد بالطريقة الصحيحة يعني بالثلاجة تكون مثلا درجة الحرارة بالناقص 18 يعني حرارة الثلاجة بتكون بالأربعة فما دون بتظل محتفظة بسلامة المواد الموجودة بداخلها والأطعمة بس طبعا أحيانا كثير فتح الثلاجة بشكل دائم صحيح فهي القضية عم بتخليها ترتفع درجة الحرارة بس تصل عند 5 درجات فمفروض بصير بتنشط البكتيريا الموجودة في الداخل وهذه بكتيريا السامة اللي بتفرز سموم مو هي اللي بتخرب الطعام انت بتشوف الطعام بعده ما في يعني محافظ على لونه محافظ على قوامه محافظ على طعمه ما في اي شيء غريب بس ما هذا ما بتقدر تحكم عليه انه هو صالح للاستهلاك او لا يعني تتركه 4 أيام أو 5 أيام
الطعام اللي بالثلاجة بالأسفل يعني ما هو مضمون أنه والله أنا أشيله وأجي أكله. نعم. لأنه أنا ما بعرف، أنت ما بتشوفه، تشوفه طبيعي. تشوفه طبيعي فعلا. ولكن ممكن يكون لأنه هاي البكتيريا إذا كانت الحرارة مناسبة إلها بالداخل نشطت أفرزت سموم أنت ما بتعرف شو وضعها. نعم. يعني بالأكل ممكن يصير يقول لك صار معه تسمم غذائي. نعم. تسمم غذائي بس من شو أكل كذا ما بيعرف من شو. أستاذ في مشكلة عند ربات المنزل اللي هي دوم في تحذيرات عن طريقة غسل اللحوم أو الدياي، إن حطوه بدون غسيل، حطوه على طول في الجدر وطبخوه علشان إن مضارة أقل، يوم نغسله على المجلى ممكن إن يؤدي لأمراض عديدة إذا كان في يعني المجلى. هل هذا صحيح؟ اللحوم دوما هلا يعني والوسط العام بشكل يعني للحمي إذا كانت بعدها بالدم وبهذا الوسط لنمو البكتيريا أكبر بكثير ما يكون في ماء يعني مغسولي. نعم. حتى اللي بده يشتغل أو بده يمسك اللحمي لازم يغسل إيديه. نعم. اليدين يعني فيهم كمان بكتيريا. صح. ولا يعني دوما تتحط بكياس نايلون وتنرص لتفريغها من الهواء ووضعها بالمجمد بالفريزر. نعم. انا صراحه يعني عندي مشكله، انا جاءت المهندس وانا على سالفه اللحوم والدياي والله يعني احس ان هلا بنرجع بناكل بس نطلع اكيد لان انا جاءت والله يعني دوم يوم نجيب سيره الاكل على طول يوع انا بس انت بس انا احب الشيبس والشوكليت يعني بس انا الاكل مو وايد. شو نتعشى الحين والله اللي بدك اللي بدك يعني انت كريم والكل بيستاهل فعليك فعليك ان شاء الله تعالى. فعلا هي نصايح مهمه جدا فعلا. والناس كانت تحتاج النصايح هاي لانه نحن مقبلين على شهر رمضان. نعم. كلمه اخيره حابة توجهها مهندس وليد. اول شيء انا بشكركم وبشكر يعني هاي المحطه حياك نورتنا الرائعه والجميله نطلع الشمس يعني، والشكر الكبير ل سمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي. نعم الله يحفظه ويطول بعمره ان شاء الله. وللعاملين الاستاذ عماد باسيل المدير العام، وللآنسة ناهد نصر مديرة البرامج. نعم. ولكم جميعا وبقول للجميع كل عام وانتم بخير واعاد الله على الامتين العربيه والاسلاميه. امين بالخير واليمن والبركه والمحبه والسلام. ونحن نشكرك بعد. خلينا ياكل. نورتنا. شكرا لك. شكرا لك. رمضان كريم. شكرا لك المهندس وليد فارس نصر جبلون في تكنولوجيا الصناعات الغذائيه، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. عدنا بريك يلا. قصير وايد عشان خاطرك وعشان خاطر المشاهدين الكرام، فاصل قصير بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. يعني. نورتنا. يا اهلا وسهلا فيكم وحياكم الله، رجعنا بعد هذا الفاصل. للاسف ما كان يعني سريع وايد. نعم. بس زين ايش الحال؟ كيف ويا رياده الاعمال والاستثمار؟ انا درست على فكره اداره اعمال. درست اداره اعمال؟ نعم. لا تخبرون على الهواء، انا قايل لهم على فكره قبل. ورياده الاعمال سميت بعده اسماء مشاهدينا ويطلق عليها الاعتمار او هندسه المشاريع. ما شاء الله عندك خلفيه كبيره يعني فعلا اداره اعلام اول مره اعرف على الهواء، انصدمت انا. بنعرف اكثر عن هذا الموضوع. معنا في الاستوديو الاستاذه نوف اليافعي رائده اعمال، يا هلا فيك. اهلا وسهلا. شو الاخبار؟ ان شاء الله الحمد طيبه الحمد لله. الله يسلمكم يا رب. يعني بتعطينا نصايح اليوم مجانيه ولا؟ من عيوني اكيد اليوم لكم مجانيه. مجاني بس اليوم المره الاولى بس. زين نتكلم نبدا عن رياده الاعمال. طبعا ما خلت شيء اختنا رياده الاعمال بنسميها. هو فعلا لرياده الاعمال عده مسميات، اهم مسمى لرياده الاعمال هي هندسه المشاريع. كيف تهندس فيها بلس انك انت تركز على مشروع معين تركز فيه تماما. نعم. وتحاول انك تجمع الاشياء اللي انت تبغيها او تجهز لها او المعدات او المواد شو ما كانت نحن بنسميها على حسب المشروع، وانت تبدا تبني فيها. حلو. او انك انت تنجز شيء من العدم يعني تسوي مشروع من الأساس، أو أنك أنت تساهم في تطوير مشروع قائم. نعم. ريادة الأعمال نوف شيء وايد صعب ومو بسهل أبدا، خاصة أن بعض الشركات الجديدة خلينا نقول أن من الممكن أن تفشل لأنها غير منظمة بشكل جيد. خبرينا أكثر عن هذا الموضوع. أنا مش معاش في موضوع أنها مش سهلة يعني في الوقت الحالي، بس يبالها وايد نظام.
أصبح كل شيء في متناولنا. يمكن يفشلون مش علشان التنظيم، يفشلون لأنهم عندهم عوامل، العوامل هذه هي اللي ناقصة في مشروعهم. فبنقول مثلا صاحب المشروع الجيد، صاحب المشروع الممتاز يدرس العوامل الناقصة في مشروعه. نعم. ففي منهم يتجهون إلى شو لشخص من رواد الأعمال علشان يطور المشروع القائم اللي هو فيه، يعطي النصائح أو يعدل في العوامل اللي هي أصلا ناقصة في مشروعه. نعم. أو إنه خلص من النوع اللي نقولهم مش رائد أعمال، هذا يبطل المشروع يوقف تماما. شو العوامل اللي تنجح المشروع أو الشركة؟ أهم النصائح يعني. بنقول مش نصائح، بنقول مثلا الخصائص. نعم. خصائص مثلا ريادة الأعمال أو خصائص رائد الأعمال، من أهمها بنقول حبك أو حبكم للمشروع اللي أنتم بتسوونه. نعم. ما تكونين مجبورة عليه، ما تكونوا مجبورين عليه، لأن إذا حبيت العمل هذا في كل المجالات، حتى بنقول على الوظيفة، إذا أنا حبيت شيئا ما أنا ببدع فيه. نعم. أنا بقدم فيه، أنا بعطيه، وأهم من هذا كله أني أنا أرضى بالفشل أو النجاح. هو الشغف اللي موجود. طبعاً الشغف. أستاذة نوف ما شاء الله عليها، أنت قلتي مروة عندها خلفية كبيرة. طبعاً. يعني حين المشاريع عينها مستشار اقتصادي خلاص؟ أكيد. يعني أنا بستفيد منها. خلاص يعني مروة ما خبرتنا. على فكرة هو كل شيء علشان أقوم من 7 إلى 7 يشلوني من 7 إلى 7 صح؟ إذا أنت طلعت. يشلونك وتعالي نضمي صوبنا. لا أنا ما أقدر بدون عبد العزيز و7 إلى 7. أنا ما أستاذة نوف، أنت ما شاء الله إرادة أعمال، تكلمين عن المشاريع اللي موجودة عندك أو اللي بديتي فيها. أنا تقريبا لله الحمد الحين أنا 10 سنة في هذا المجال. بدينا من العدم، يعني سوينا مشروع أصلا ما كان موجود، اللي هي تنظيم المؤتمرات والفعاليات والمعارض، دعم المشاريع الوطنية، دعم الأسر المنتجة، دعم أصحاب المشاريع أصلا اللي عندهم مشاريع فعلية. بس أنا شفت أنه من 2018 إلى 2019 اتجهوا لي أصحاب المشاريع علشان نطور في المشروع القائم عندهم. مثل ما ذكرتي نقطة أن التجار الحين أصبحت عندهم عوامل ناقصة. نعم. فيتجهوا لنا نحن، أو يتجهوا لنا نحن بالأساس علشان نحن نطورها. فأنا الحين عندي بالتطوير أكثر من أني أنا قاعدة أنشأ. حلو. اليوم وين تشوفين مشاكل المشاريع الشباب؟ أو وين تكمن مشاريع؟ وين تكمن مشاكل؟ وين كثرة المشاكل؟ بما أنك أنت الداعم هم يلجؤون لكم، وين المشاكل اللي تواجههم؟ في مشاكل عديدة والله، يعني الشكوى توصلنا بشكل كبير، لكن تنحل إذا كانت الحكومة معنا. نعم. تنحل إذا كانت الأيادي البيضاء معنا، تنحل إذا كان في دعم. أنا أنتهز فرصة وجودي عندكم أشكر قناة الفجيرة، تعتبرون أنتم الدعم الأساسي لنا نحن. الله يخليك، شكرا وصولكم أنتم، هذا واجبنا. خبرينا نوف عن دعم الريادة لريادة الأعمال أكثر. كيف ممكن ندعمهم؟ بنقول مثلا أنت عندك مشروع قائم، بنتكلم. نعم. مثلا بكل تفصيل لكن باختصار، مثلا عندك صالون شويه بنحاز على النساء. ما يصير شيء عادي يعني، قول مشاريع حلوه عندك كوفي يعني. نتكلم عن المشاريع، انا اشارك وياكم يعني. يلا نقول كوفي، لان هي شريكه وياي صالون هنا. صالون نخليها صالون بنات. شوفي بنسوي صالون ونسوي حلاقه. لا كوفي عشان نكمل. نخلي كوفي عندك يا اخوي، انت كوفي انا ومروه عندنا كوفي. تفضل. طيب عندك انت اخويا كوفي، حاب الحين نحن في 2019 في وايد اشياء قاعده تصير الحين. انا كسؤال مثلا ممكن اطرحه على صاحب مشروع اللي هم صاحب مشروع. نعم. كوفي الحين انت مثلا اذا حاب تنشرين شويه اكثر، كيف ممكن تنشرينه؟ كوفي الكل عنده، مطاعم الكل عنده، صالونات الكل عنده. نعم. فانا اذا كنت رائدة اعمال متميزة لازم أبحث عن شيء الجمهور يميز. مش واصل له. نعم. يعني أنا أو يميز عن الباقيين بالضبط. نعم. أبتكر شيء مش موجود باكر، إذا في حد يقلدني هذا معناته أني أنا عطيت شيء للجمهور كان ناقصنا. نعم. فتشوفين ستيب باي ستيب قاعد ينتشر، قاعد يوصل بطريقة نحن مش حاسين فيها. فدائما الجمهور ما نتبعه هو شو يبغي. أنا كرائدة أعمال مثلا عندي مثلا بديهة أو ذكاء، أنا أبتكر شيء أخلي الجمهور ييني أنا، مش اني انا الحق الجمهور اشوف شو اليوم مثلا سائد ومألوف، لا ما اكون ابدا، او اخرج عن السائد والمألوف دائما. نعم. من ناحيه الديكور ولا الكوفي المقدم، يعني الاشياء المقدمه ولا من ناحيه الديكور، شو وين وايد اشياء نختار فيها بالجماليه. نعم. لكن القالب مختلف تماما. فاليوم انا ما اقدر اقول بهتم بالديكور وبنسى المضمون. نعم. اذا انا صح لازم اوازن بين الاثنين، بالديكور واوازن بالمضمون اللي انا فيه بالمشروع. فهذين الاثنين اذا مشوا في خط واحد بقول انا في السيفي، او انا يعني في. نعم. في النجاح، او امشي انا. نعم. في النجاح قاعده اخذ ثمره النجاح. نعم. استاذه نوف، اداره المشاريع الحين لو انا عندي بعض المشاريع انا عندي مشكله في ادارتها. نعم.
يعني في مثل عندنا يقول لك عينك على مالك ولا عشرة من عمالك. فأنا مثلا الصبح يكون عندي دوام وبالليل يكون عندي دوام، فممكن أنا أحضر في اليوم ساعة ساعتين، كيف ممكن هاي مشكلة، هاي الكل يتفق عليها مشكلة، كيف أنا ممكن يعني أغطي على هالمشكلة ولا أقلل من الأثر السلبي اللي موجودة فيها؟ ولا أسميك كريادة أعمال، يعني أنت كرائد أعمال؟ أنا مو برائد أعمال. لا بنقول الحين أنت تقول عندك مشروع أو عدة مشاريع، لكن أنت مش قادر مثلا تسوي هندل. كريادة أعمال ممكن يكون شخص واحد نفسه يقدر يمسك هذا الشيء أو عدة أشخاص. اليوم عندنا روح الفريق، إذا أنتوا كنتوا فريق واحد وكل واحد منكم يعرف شو مهمته ينجزها بأكمل وجه، يمكن ما تواجه هذه المشكلة. ليش؟ لأن أنتوا قاعدين تعملون كجروب واحد كفريق واحد، لكن بتوزيع المهام بالطريقة الصح. تاز. نعم. لكن نقول في الأخير صاحب المشروع هو اللي لازم يكون تكون عينه على المشروع. نعم. يعني يتابع بأول بأول. اللي يشتغل ما يهم إذا خسر ولا فاز، صح؟ نعم. إذا تلاحظ في ريادة الأعمال نصهم ما يكونون يعني يداومون مثلا الدوام الرسمي، يكون متفرغ تماما لريادة الأعمال، يمكن هاي نقطة جدا ضرورية. علشان شيف الكوفي لازم أنا مروة نشتغل فيه. فعلا. أنا وصل الطلبات وأنت تسوي الكوفي. وأنا أخذ الطلبات. وأنا أطلق عليها هي ريادة الأعمال بكم بهالطريقة، هي بتكون ريادة الأعمال. ملعينها على حلالها. أنا وصل الطلبات أخذ الأوردرات. أنت أرباب كبيرة. إنزين خبرينا عن الخدمات اللي تقدمونها كريادة أعمال. تختلف باختلاف المشروع. نعم. في عندنا مشاريع مبتدئة اللي هي نسميها المشاريع الوطنية، في المشاريع المتوسطة وفي المشاريع الكبيرة. طبعا المشاريع الكبيرة الدولة مهتمة فيهم اهتمام تبارك الرحمن يعني جدا واضح، والدليل أنا وجودي اليوم عندكم في الاستوديو. نورتينا. الله يسلمك يا ربي. الله يسلمك يا رب. وجودي اليوم هذا يعتبر دعم من قنوات الفجيرة، برامجكم دائما اخوي يعني انتم سباقين بهذا الموضوع. هذا واجبنا يعني. الله يسلمك يا رب. فاذا كان مثلا المشروع وطني نحن نقدر ناخذ النقاط اللي هم مخفقين فيها او النقاط اللي هم اصلا مش واصلينها لسه. فانا بستغل بعد وجودي عندكم ابغى اوجه تحيه لسيده الاعمال اصبحت الحين رائده اعمال اللي هي نصر اليوسف، احدى سيدات الاعمال اللي بنقول قدمت برزنتيشن واحد معاها فهمتها شو هي الرياده وشو هي مشتمين سيده اعمال. فاليوم تعاوننا صار ان نحن نقدم الدعم برياده الاعمال حق اصحاب المشاريع الصغيره. نعم. اللي هم بنسميهم ما بقول المواطنات، نحن ما بنكون شويه حياديين، كل شخص عنده مشروع نحن قاعدين ندعمه اليوم. انزين خبرتينا الحين على البرزنتيشن اللي سويتيه، الفرق بين سيده الاعمال ورائده الاعمال. خبرينا شو الفرق من بينهم. سيدة الأعمال كيف؟ كلها مؤنث للبنات يعني. طيب بس نقول رجل الأعمال أو رائد الأعمال. طيب وبنضرب المثل فيك عشان ما أزعل أنا على الهواء. الحين أنت بنقول أنت رجل أعمال عندك دوام أساسي، ومثلا أنت فيه وتمام أمورك كلها يعني طيبة، بس حاب أنك تدخل في مجال البزنس، حاب تدخل سوق العمل اليوم، تشوف شو اللي الناس حابتنا، الجمهور وين متجه، على الكوفي، على الأسواق، على المحلات، على الحلاق، شو ما كان، وأنت تروح معه. لكن رائد الأعمال إذا كنت أنت في ريادة الأعمال ما بتفكر في الشيء اللي منتشر الحين، بتفكر في الابتكار، بتبتعد تماما عن السائد والمألوف، بتشوف الشيء اللي أنت تبغي تخليه ترند مثلا. صح. ان 2019-2020 انت اللي ابتكرت مثلا الكوفي المعين هذا، ان اللي يجيك الكوب مثلا يتحرك عند الطاوله الفلانيه مثلا، ابتكار. صحيح. فدائما رائد الاعمال هو مبتكر، اما سيد الاعمال او رجل الاعمال او سيده الاعمال هي تنجز شيء مثل ما يبونه الجمهور، مثل ما يبونه الناس. صحيح. نعم. فهذا الفرق. هذا الفرق. نعم. انا عندي سؤال حق نوف. تفضلي. نوف لاحظنا مؤخرا ان السوشيال ميديا شيء وايد كبير علشان يوصلون خلينا نقول سلع معينه، صفحات مطربين على كل الاصعده خلينا نقول. هل تعتمدون في المشاريع الجديدة أو المشاريع الصغيرة على الإعلانات في السوشيال ميديا أو لا ما يهمكم هذا الموضوع؟ ريادة الأعمال يمكن من أهم خصائصها كذلك العلاقات. نعم. فالعلاقات أنا ما بخصصها بشيء معين أو لا، فمن ضمن العلاقات هي السوشيال ميديا. نعم. جزء لا يتجزأ اليوم من أي أكيد. عمل أنت بتسوينه. صحيح. لكن تختارين الشيء الصح، تشوفين السوشيال ميديا أنت شو اللي تبين منه. السناب شات. نعم. السناب شات الحين هذه القوة الكبيرة اللي بنشوفها في العالم كله، لله الحمد والمنة السناب شات الحين قاعدين نستخدمه. أشوف عندي المتابعين من مصر. صح. حابين أن نحن نقدم لهم الدعم من الإمارات لمصر. ما شاء الله. نعم. فإن شاء الله تعالى دعونا أن نوصل إن شاء الله. يا رب يوصلون كل أهدافكم يا رب بإذن الله تعالى. أنا عندي صديق وأكثر بعد. الله يسلمك. صديق مصري مسي عليه بالخير، معانا هنا في تجون اسمه صلاح، ناوي يفتح مشروع هناك إن شاء الله، محل كشري
فعلى طول يعني انت على طول تكونين معاه ان شاء الله بعد الحلقه وتعطيني نصايح. انا بشجعهم في الاكل في الكشري بس هو الاكل هو اللي يبارض يعني ما تشوفون اليوم اليوم الحلقه تصدقين عبد العزيز كله اليوم اكل وانا يعني جاي الحلقه جوعان جاي من الله جوعان على فكره تدرين ليش؟ لانه جاي رمضان فتحسين انه الكل من الحين جوعان بعود بطني على تنوع الاكل يعني المفروض تسوي العكس لا. الحين انت رائد اعمال بالعكس فلازم تنتبه للشيء رمضان على فكره انك انت تفكر في شيء غير الماكولات فكر في شيء مش موجود في شيء مبتكر روحانيات في رمضان بس وصيام أنا أكل لا يفكر بالأكل كلمه اخيره ونصيحه اخيره حابه توجهينها للشباب اللي ناويين يفتحون مشاريع دوم يقول لك انا يا افتح مشروع كبير او ما افتح بالفعل هاي الكلمه اللي نحن ما نحب نسمعها انه اما اني اسوي او ما اسوي احس الفاشلين هذه عكازتهم صح يعني الفاشلين هذه العكازه او الشماعه اللي يعلقون عليها نحن عندنا نقول إن الفشل نصف النجاح نعم مثل ما انت مثلا او انا بتكلم عن نفسي مثل ما انا اخذت ليسن اذا انا ما سويت حادث انا بقول اني انا بعدني ما اعرف اسوق فنفس الشيء صاحب مشروع اذا اول سنه ما اخفق اذا اول سنه ما كانت مثلا ارباحه مثل ما هو يبي ما بنقول هو سوى مشروع لكن الشاطر بنقول الريادي لازم يفكر بالفشل قبل النجاح نعم. اليوم ما في شخص اسمه فاشل او ما في مشروع هو فاشل لكن ابحث عن العوامل الناقصه علشان انت تكملها وتمشي في النجاح نعم. انا من اجمل المقولات اللي فعلا حبيتها اللي هي ان الفشل هو مو بفشل هو محاولة نجاح طبعا نعم. او نصف النجاح نسميه نعم. ليش لانك انت حاولتي كانت في محاولات كانت في مثلا بنقول اختبارات حطيتي فيها اكثر من هذا كله هي خبره نعم. اكتسبتي خبره صحيح واللي قال ايضا بيصبح الشخص اقوى في التجاره بالضبط. اللي ما يفشل ما يعتبر ناجح وما بالضبط. يعتبر وصل أكيد. لان الفشل اللي تفشله وانت صغير يعلمك لما تكبر اكيد انك تتفادى يتكرر نعم. صحيح هذا صحيح يعني مثل الدرس اللي انت تعلمينه وانت صغير احسن من الكبر صحيح. الاثر عليه يكون كبير صحيح. وانت تتالم او راح تفقد امور اكبر صحيح وانت نعم. لكن وانت صغير خلاص تتعلم بنيت نفسك بشكل صحيح فعلا. مثل لما تجربين مطعم مو بحلو تعرفين تتعلمين ان المطعم هذا مو بحلو تروحين مطعم ثاني صحيح. هذا كنا نحن نواجهه على فكره في بنقول الخمس سنوات او ست سنوات السابقه ان اي مشروع يستوي بنقول مثلا صالون نسائي نرجع على النساء اول سنه مثلا انا ما جمعت كاستمر او شو ما كان اروح لشو لاني انا اسكره او اني انا ابيعه فقبل ما ابيعه وانا اسكر المشروع هذا ليش ما افكر وين الفشل أو وين الإخفاق أو شو العوامل اللي أنا نقصتها لتعديله علشان ينجح بالضبط. صحيح أسوي له دراسة مرة ثانية لكنه هو قائم ومش عيب أني أنا أتجه لرواد الأعمال علشان هم يطورون مشروعي ويساعدونها بالضبط صحيح نعم استمتعنا بهذا اللقاء فعلاً وانت استمتعتي وايد فعلاً وايد استمتعت نورتينا نوف بنوركم إن شاء الله وشكراً لتلفزيون الفجيرة على هذه الاستضافة وشكراً لكم دائماً لأنكم أنتم فعلاً نعتبركم الأساس لنا نعم. شكراً لك نوف اليافعي شكرا. رائدة أعمال نورتينا وفرصة سعيدة كل التوفيق لك مشاهدينا الكرام فاصل بعد راح نواصل خلوكم ويانا لكم عقب الفاصل مشاهدينا بنروح لاحتفالية الوطنية بعنوان الإمارات ميناء التسامح اللي أكيد تم بها إطلاق بوابة عقيدة الحياة وشجرة التسامح في دولة الإمارات كمشروع طلبت العلاقات العامة والإعلان في كلية المدينة الجامعية في عمان خلونا نشوف هذا التقرير الحقيقة نحن في عندنا سلسلة من مشاريع التخرج الرائدة انتهينا اليوم من هذا المشروع الذي سميناه بالإمارات ميناء التسامح ويحتوي شقين الأول يتعلق ببوابة عقيدة الحياة أين هو التسامح الذي يحض عليه صناع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن العقيدة الحياتية وأيضا هناك الشق الآخر الذي يتعلق بشجرة التسامح المكونة من الأبعاد الفكرية للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة بدءا من التسامح عبر العلاقات الدولية التسامح الديني التسامح الثقافي التسامح التعليمي التسامح الاقتصادي ووضعناه في مجسم جمالي يحتوي قيمة جمالية حتى يكون المضمون المميز المتعلق به
الأبعاد الفكرية الستة متواجدة ضمن هذا الشكل الجمالي. أيضا هناك البوابة التي تكلمنا عنها والتي يتضح من خلالها تلك الخطة الاستراتيجية التي يجب أن تنجح بها الدول، المنظمات، الأيديولوجيات. وضعنا أين يقع التسامح ضمن الخطة الاستراتيجية للعقيدة، وبالتالي هذا التكامل الفريد منه استثنائي بين شقي المشروع يجعل هناك رؤية جمالية لا لبس فيها، لا ضبابية فيها، حول قيمة التسامح التي تزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة. والله شوف، هو طبعا أكيد اليوم الهدف من هذا المشروع طبعا يتسامى مع شو نقول اللي هو ما أطلقته الدولة، اللي هو عن التسامح، عرف، بين الدول العالم. وقلنا نحن يعني بهذه السنة، بما أن يعني الدولة حطت يعني مسمى عام التسامح، فقلنا يعني نبغى نطلع مشروعنا يعني يكون مشابه لي أو شيء يعني يخص الدولة ويخص العالم حتى، يعني اللي هو موضوع التسامح. والمشروع لو شوف فكرته طبعا اللي هي عندنا شجرة التسامح، اللي هي يعني نقول التسامح يوصل لجميع أنحاء العالم. وعندنا اللي هي بوابة عقيدة الحياة، البوابة اللي نقول يعني ندخل عن طريقها على أساس أن الناس تكون في يعني تسامح وود، يعني وبعيد عن أي إسكان تطرف ولا أي إمكان. ما زلنا في المجال العلمي، وطبعا دولة الإمارات العربية المتحدة متقدمة في هذا المجال لله الحمد بما وفرت القيادة من بنية تحتية علمية كبيرة. راح نعرف عن برنامج الماجستير في إدارة حفظ التراث الثقافي اللي تطرح جامعة الشارجه، واللي اكيد ينطلق عبد العزيز في شهر سبتمبر المقبل مع بداية العام الأكاديمي الجديد 2019 و2020 ان شاء الله. نبي نعرف تفاصيل اكثر عن هذا البرنامج. معنا في الاستوديو الدكتور عصام الدين عجمي، عميد عمادة الجودة والفعالية المؤسسية والاعتماد بجامعة الشارجه. يا اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك دكتور. نورتنا يا دكتور. كيف الحال؟ ان شاء الله طيب. دكتور، نبذة عن برنامج ماجستير في إدارة حفظ التراث الثقافي. إدارة حفظ التراث الثقافي في دولة الإمارات وفي المنطقة العربية مهمة، نظرا لأن المنطقة العربية هي من العالم القديم، من أقدم مناطق العالم، وتزخر بالكثير من التراث والمتاحف. نعم. وكان هناك تفكير من قيادة جامعة الشارقة بتطوير مهارات العاملين في هذا المجال، بطرح برنامج ماجستير يسمى إدارة الحفاظ على التراث الثقافي. جميل. حتى يكون البرنامج أكاديمي وعملي لتنمية المهارات في أرض الواقع، فتم طرح البرنامج بالاتفاق مع منظمة تتبع الأمم المتحدة معنية بالحفاظ على التراث الإنساني. المقر الإقليمي لهذه المنظمة تسمى إكروم. المقر الإقليمي لها يستضاف في إمارة الشارقة، اسمها إكروم الشارقة. فبيستعين البرنامج بخبراء عالميين متخصصين في الحفاظ على التراث والمتاحف في المنطقة العربية بالكامل. نعم. بالتالي هذا البرنامج يستهدف تأهيل العاملين في الحفاظ على التراث في كل المنطقة العربية بالمهارات العلمية والأكاديمية والتاريخية اللي تجعلهم قادة ومؤهلين من كل النواحي للاهتمام بهذا التراث. نعم. وتحسينه، وضع المشروعات النهضوية حول هذا التراث. نعم. حيث يعني يركز ويرسخ الصورة الذهنية للمنطقة العربية في العالم بما تزخر به من. نعم. أماكن قد لا تلقى الاهتمام الكافي. دكتور، شو السبب وراء طرح برنامج الماجستير في إدارة حفظ التراث؟ نعم. لا يوجد في المنطقة العربية برامج من هذا النوع. طبعا إذا وجدنا الشارقة مثلا أو الفجيرة أو أبو ظبي أو دبي بها متاحف وبها أماكن تراثية. نعم. الذين يعملون في هذا المجال هم خريجي برامج ليست لها
يعني صلة مباشرة بأماكن التراث والمتاحف أيضا في المنطقة العربية. وبالتالي بعد عمل مسح ميداني مع الهيئة إكرم الهيئة العالمية للحفاظ على التراث وجد أنه من المناسب طرح برنامج دراسات عليا يستقطب هؤلاء العاملين في المناطق دي وينمي مهاراتهم حيث يكون لديهم خبرة كبيرة من كل النواحي الثقافية العلمية الإنشاءات الهندسة المعمارية يستطيعوا تأهيل وتحسين والحفاظ على تلك ذلك التراث القيم الذي لا يلقى يعني هذا القدر من الاهتمام. دكتور عصام الكليات اللي ممكن راح تطرح او راح تدرس هذا التخصص ان شاء الله؟ سؤال مهم لانه الحفاظ على التراث كان يعني ينظر له في السابق كانه امين مخزن او امين مكتبه او امين متحف موظف. لماذا سمي إدارة الحفاظ على التراث؟ حتى يكون في الفكرة القيادية، فكرة القيادة والنظر للتراث بشكل متكامل. فالهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، الكيمياء والفيزياء لأن الضوضاء والصوت والكيمياء يعني تؤثر على التراث، المواد العلمية، التاريخ. لكي أحافظ على التراث ينبغي أن أعرف قيمته، حتى أعرف قيمته أعرف تاريخه. فلما نجد مثلا بلد فيها تراث من آلاف السنوات وبلد فيها تراث من 500 سنة وفي الدول الأوروبية وحاولوا الكثير من المشروعات النهضوية والسياحية بينما لا يلقى التراث الأقيم منه، فقيمة التراث التاريخية ينبغي أن تفهم. أيضا العوامل المساعدة على الحفاظ عليه وإظهاره بالشكل الأنسب، وأيضا النواحي القيادية الإدارية. فهذا هو يعني السبب في طرح برنامج تكاملي باستخدام طبعا خبراء عالميين ومن المنطقة. معليش مروة أنا عندي سؤال دكتور عصام، الحين مثلا في ناس متخرجين بتخصصات أدبية مثل علاقات عامة أو إعلام أو تاريخ أو إدارة أعمال، هل يمكنهم أنهم يلتحقون بدراسة الماجستير في هذا التخصص؟ نعم، حيكون هنا سؤال مزدوج، أنه فعلا على أرض الواقع معظم العاملين في مجال المتاحف والحفاظ على التراث ليسوا في هذا التخصص، وهم وظفوا في هذا المجال. نعم. فبالتالي لابد من استقطاب هؤلاء العاملين، خاصة العاملين في المجال. هيجي الجزء الثاني من السؤال، طيب كيف يمكن التحاقهم بمواد علمية وهم تخصصاتهم أدبية؟ فواخدين هذا في الاعتبار، حيث حينما يتقدم الشخص يقيم وتعطى له مواد استدراكية حتى يصل بمعلوماته إلى أن يتناغم مع المواد التي سوف تدرس له. حلو. الشيء المهم أيضا في هذا البرنامج هو العملية، يعني يدرس للدارسين بينما هم في أماكن عملهم، وبالتالي هنستخدم التكنولوجيا والتواصل عن بعد بالإضافة لزياراتهم. أيضا لما يعمل دراسة الماجستير الخاصة به اللي تسمى الرسالة سوف تكون في مجال حل مشكلة في متحفه أو في مكان تراثه أو في تطويرها. وبالتالي يعني هو غير تقليدي بمفهوم الشمولية الطرح، وأيضا أنه يستخدم مهاراته في حل مشكلة حقيقية في العمل، حتى لأنه حيكون خبير في هذا المجال. إنزين دكتور خبرنا عن الشريك الرئيسي لهذا البرنامج. هناك كيف اليونسكو اللي هي منظمة للحفاظ على في التعليم، هناك منظمة شبيهة تابعة للأمم المتحدة تسمى منظمة الحفاظ على التراث الإنساني على مستوى العالم. تم إنشاء مكتب إقليمي لها أو مقر إقليمي لها في إمارة الشارقة باعتبار عاصمة الثقافة في المنطقة، اسمه المركز الإقليمي لإكرم اللي هي المنظمة العالمية، معني بالحفاظ على التراث في المنطقة العربية كلها. ممتاز. جميل. دكتور عصام أنا قبل لا أسأل كان أعضاء الهيئة التدريسية وندخل، أنا بأسأل المواد راح تدرس بأي لغة وشروط الالتحاق الطالب إنه يلتحق؟ شو هي الشروط اللي أساساً يلتحق بهذا التخصص؟ إحنا فكرنا أولاً في طرح البرنامج باللغة الإنجليزية لأنه كان في خبراء من العالم خبراء في التراث حقيقة. وجدنا أن معظم حتى نكون واقعيين وجدنا أن معظم أمناء المتاحف والعاملين في التراث في المنطقة العربية هم ناطقين بالعربية ويصعب عليهم أنه يأخذوا يعني بشكل عميق في اللغة الإنجليزية، فسوف يطرح البرنامج باللغة العربية مع إعطاء
مواد مؤهلة وتقوية في اللغة الإنجليزية حتى تناسب، بس فاللغة الأساسية في طرح البرنامج هي اللغة العربية. فيش أي شروط أن الواحد لازم يجتازها على أساس أنه يدخل؟ هناك طبعا مقابلة شخصية، وتعطى أولوية للعاملين في المجال، في مجال التراث. مجال التراث يعني إذا مذيع ما بتقبلونه؟ نقبل مذيع ما في واسطة التراث. لا يقبل طبعا، لأنه أنا هاوي التراث يعني على طول. طبعا المقابلة الشخصية تهدف إلى أن يكون الشخص ليس آتيا بشكل روتيني، أن يكون راغبا في العمل في هذا المجال. جميل. ده سبب المقابلة الشخصية. شو الخطط الاستراتيجية للجامعة دكتور؟ جامعة الشارقة أسست 1997. عمرها ليس بالكبير، إنما الآن هي أكبر جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من حيث عدد البرامج المطروحة. تطرح حاليا 107 برنامج ما بين البكالوريوس الماجستير والدكتوراه والدبلوم. ضمن البرامج دي 28 برنامج ماجستير و 11 برنامج دكتوراه، وفي الطريق 18 برنامج ماجستير أخرى و 10 برامج دكتوراه. فأيضا هي أكبر جامعة من حيث عدد الطلبة. خطتها أو الاستراتيجية عمل الجامعة المنبثقة من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي ليس مجرد طرح البرامج بشكل عشوائي، لأنها جامعة غير ربحية. فإذا أخذنا مثلا في نأخذ الأسس لسؤالك، استراتيجية جامعة الشارقة في طرح البرامج، استراتيجية في التعليم والبحث والتدريب، هي ماشية بالمجالات. فإذا أخذنا مثلا مجال الرعاية الصحية، لا نسميه طب ولا نسميه صيدلة أو طب أسنان، أنه هدفه في النهاية هو رعاية الإنسان صحيا. الرعاية الصحية يكمن سرها في تكاملها وشموليتها، نفس الكلام الشمولي. فما هي الرعاية الصحية؟ المستشفيات، الرعاية الصحية الأولية العيادات، ما يدعمها من أطباء، صيادلة، تمريض، علاج طبيعي، مختبرات طبية، أشعة، بالإضافة إلى طب الأسنان. كل ما ذكرته يطرح برامج بكالوريوس فيما يسمى مجمع الرعاية الطب والعلوم الصحية بجامعة الشرق. مجمع متكامل به مستشفى أسنان، به مستشفى تعليمي، مختبرات، مراكز بحث، فيها كل بكالوريوس يغطي كل ما ذكرته. ولأن أنتم مهتمين بالدراسات العليا، فعندنا الآن ماجستير في الطب يطرح حاليا، يعني ماجستير في العلاج الطبيعي، ماجستير في المختبرات الطبية، ماجستير في الصيدلة، 4 ماجستير في 4 تخصصات رئيسية في الأسنان. في الطريق ماجستير التمريض، ماجستير السكري أو مرض السكري، ماجستير طب الأسرة، دكتوراه في الصيدلة، وماجستير في الصيدلة الإكلينيكية. وكده بغطينا، دي استراتيجية. كيف نغطي مجال الرعاية الصحية تغطية شمولية كاملة، وضع الطلبة والباحثين وأعضاء التدريس سويا للعمل في التكامل، لأن التكامل مهم وليس الانفراد. صحيح دكتور. نتكلم عن التخصصات الأدبية اللي موجودة عندكم ورسائل الماجستير المطروحة. ممتاز. واللي راح تطرحونه. دخلنا المجال اللي اسمه العلوم الإنسانية والاجتماعية. حلو. اللي هو سؤالك. عندنا كلية اسمها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. هذه الكلية تعنى وده دور وطني لجامعة الشارقة. فمثلا عندنا بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه في علم الاجتماع التطبيقي. دولة الإمارات دولة بها عدد كبير جدا من الوافدين، وفيها تركيبة سكانية معينة، ودي بيتزامن معها مشاكل اجتماعية كثيرة. فعلم الاجتماع التطبيقي، الماجستير والدكتوراه والأبحاث اللي تجرى فيه تعنى تماما بقضايا دولة الإمارات العربية المتحدة. تماما. طيف واسع جدا من رسائل الماجستير والدكتوراه. ده واحد. تاني التاريخ، عندنا بكالوريوس ماجستير دكتوراه في التاريخ. التاريخ ليس سائدا في الدولة دراسة التاريخ، إنما بتعتبرها جامعة الشارقة منحة استراتيجي لها حتى يتم الحفاظ على التاريخ. أيضا اللغة العربية، لا تجد جامعات كثيرة أو قليلة حتى بتطرح اللغة العربية نظرا لعدم جذبها للطلبة. ده الاهتمام باللغة العربية هو أيضا اهتمام استراتيجي من جامعة الشرق، لأنها ليست تجارية، ففيها بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه في اللغة العربية. اللغة الإنجليزية والترجمة،
ماجستير حاليا وبكالوريوس في اللغة الإنجليزية والترجمة، وآتي قريبا الدكتوراه إن شاء الله. فعدد كم الرسائل اللي بيطرح سنويا والدارسين سواء من الإمارات أو من الوافدين كبير جدا، وبيتم فيه التركيز على قضايا الدولة والمنطقة حتى تكون يعني بشكل عمل. دي بالنسبة للدراسات الإنسانية. ممكن الوقت ما راح يعني يسمح لنا نكمل أكثر. استمتعنا بهذا اللقاء معك فعلا. نورتنا دكتور عصام. دكتور عصام الدين عجمي. طبعا يعني في مجالات أخرى، الهندسة، العلوم، الفضاء والفلك، ما شاء الله، البيئة، الاتصال والإعلام، تخصصكم الاتصال والإعلام، في ماجستير إن شاء الله، في ماجستير من سنوات والدكتوراه قريبا مروة إن شاء الله. يلا على الماجستير. أنا من دون شيء دكتورة مروة. ماجستير كيف الحين؟ دكتوراه قريبا إن شاء الله. دكتوراه قريبا إن شاء الله. إدارة الأعمال فواخدينها بنفس استراتيجية خدمة المجالات نفسها في مختلف المجالات، وهذا اللي خلى الطلبة كلهم يتوجهون لجامعة الشارجة، وكيف ما قلت من أكبر يعني الجامعات في دولة الإمارات ومن أكثرها فيها طلبة. شكرا تعدد لك. التخصصات أيضا نعم. شكرا لك دكتور عصام الدين. نورتنا دكتور. شكرا لك دكتور عصام الدين عجمي، عميد عمادة ضمان الجودة والفعالية المؤسسية والاعتماد بجامعة الشارجة. شكرا لك. شكرا. وشكرا لك يا مروة. وشكرا لك أيضا عبد العزيز. وشكرا للمشاهدين الكرام أنهم شافونا اليوم واستمتعوا بهذه نتمنى أنهم استمتعوا بهذه الحلقة. شو نقول لهم؟ أنت بتقولهم تصبحون على خير، وأنا مشاهدينا بقولكم تريونا باكر في نفس التوقيت. في أمان الله.